السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس البيوري بالجبنة. هعمله يعني المفروض إن أنا بعمله بلحمة مفروم، بس النهاردة أنا هعمله بالجبنة. هستخدم نوعين من الجبنة، الجبنة الرومي وجبنة موزاريلا مبشورة، وهحتاج سمنة، كمية من السمنة حوالي معلقتين كبار، ومعايا هنا بطاطس مسلوقة ومهروسة وسخنة، لازم تكون سخنة جدا، تكون لسه متقشرة ومهروسة حالا. ومعايا حوالي 3/4 كوباية لبن، وياريت يكون لبن دسم، وبيضتين، البيضتين دول حجمهم صغير. والتوابل اللي هحتاجها مفيش غير ملح وفلفل اسود، هحتاج ملح وفلفل اسود وبس. هبدأ على بركة الله. اول حاجة هحطها هي السمنة، يعني هحط حوالي معلقتين سمنة كده تقريبا. السمنة انتوا بتزودوا او بتقللوا على حسب الرغبة، بس يعني ممكن تحطوا زيت، بس هي طعمها بالسمنة بيبقى احلى بكتير، احلى كمان من الزبدة، وياريت تكون سمنة بلدي. ههرسه مع السمنة كويس قوي عشان تسيح وتختلط بيه كله، وهرجع لكم تاني عشان ما ضيعش وقتكم. دلوقتي هرسنا السمنة كويس. انا بشتغل على فكرة على طول، بعمل بطاطس بيوري كله بالهراسة. ممكن استعملي بتاع ده يعني معلقة او حاجة كده زي ما تحبي. هحط بقى بيضتين، البيض ده صابح فما فيش مشكلة، هكسره على طول. لو البيض قديم او انا قلقانة منه، الاحسن ان احنا نكسره الاول في طبق خارجي، لكن ده بيض صابح، دول بيضتين صغيرين. لو في بيض كبير هتحطي بيضة واحدة كبيرة. الكمية البطاطس دي 2 كيلو بطاطس مسلوقة. في نفس الوقت ده احنا هندهن صينية اللي هندخلها الفرن، هندهنها بالسمنة. يعني قبل ما نبتدي نشتغل بندهن الصينية بالسمنة، وهنولع الفرن على درجة 200 ونسيبه لحد ما يسخن. هقلب البيض كويس وهرجع لكم. قبل ما هسيبكم احط كمان جبنة رومي مبشورة. انا هحط يعني كده حوالي 1/8 كيلو جبنة رومي مبشورة، بتديله طعم جميل جدا. الجبنة الموزاريلا مش بحطها جوه البطاطس، لان الجبنة الموزاريلا يعني ملهاش طعم اصلا ومش مملحة، فدي يدوب هحطها بس على الوش عشان تمط. طيب هقلبهم مع بعض، وهحط كمان الملح والفلفل الاسود. ادي الفلفل الاسود، بحط حوالي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهحط معلقة صغيرة من الملح، لان الجبنة الرومي اساسا فيها ملح كتير. هقلب كل حاجة مع بعضها وهرجع له. دلوقتي ايه قلبناهم، هحط بقى اللبن الحليب. بسم الله، حوالي 3/4 كوباية كده، من نص ل 3/4 كوباية عشان تطري البطاطس. هخلطها كويس وهرجع لكم مرة تانية. انا عايزة اقول لكم حاجة مهمة، ان انا زودت الملح للبطاطس لان لقيتها دقتها كده على طرف لساني لقيتها دلع شوية، فزودت لها كمان معلقة صغيرة ملح. دلوقتي هعمل ايه؟ هفرد البطاطس البيوريه في الصينية بتاعتي. ممكن تستعملوا اي نوع من الصواني، نوع الومنيوم، ستينلس، تيفال، بايركس، اللي انتوا عايزينه. انا الكميه دي هتعملي تقريبا صينيتين بالحجم ده، يعني الصينيه دي صينيه صغيره، فهتعملي تقريبا كده صينيتين من ده. يعني الحاجات اللي هي مش محتاجه مقادير قوي بيبقى بالنظر احنا بنحس بيها اكتر.
ومع الوقت شوية شوية بتتدربوا. يعني الصينية دي طولها 30 سنتي وعرضها 15 سنتي. ممكن تكون صينية أبعادها مختلفة، بس ممكن أحط فيها نفس الكمية، فهيختلف بس ارتفاع البطاطس في الصينية. طيب أنا ما بحبش إنها تكون سميكة قوي، عشان يعني بيبقى طعمها أحلى. لو هي مش سميكة قوي بيبقى طعمها أحلى. هخلص هعمل باقي الصينية وهرجع لكم. دلوقتي هعمل ايه؟ عايزة اساوي سطح البطاطس. اساويه ازاي؟ ممكن ابل ايدي بلبن حليب، او ابل ايدي بسمنة مسيحها شوية كده وهساوي سطح الصينية زي ما انتم شايفين. سهل جدا جدا اني اساوي سطح الصينية. لو ايدي مدهونة سمنة او زيت او لبن حليب هسويه وارجع لكم. خلاص دلوقتي انا سويت سطح البطاطس زي ما انتوا شايفين. هرش بقى على الوش كده شوية موتزاريلا عشان يمط، وبرده بتديها لون وطعم حلو. ولو مفيش جبنة نرش على وشها بقسماط مطحون. البقسماط المطحون برضو بيبقى كريسبي وبيديه طعم حلو قوي. يعني بقسماط مطحون عادي من اللي احنا بنحطه على يعني بنغلف بيه البانيه، بقسماط مطحون ومن غير اي توابل ولا حاجة، بنرش على وشها بيبقى طعمه جميل جدا. دلوقتي هعمل ايه؟ انا مولعة الفرن قلتلكوا على درجة 200 مئوية، والفرن دلوقتي سخن جدا. هدخل الصينية في الفرن وهسيبها تقريبا نص ساعة لحد ما الجبنة بتسيح والبطاطس بيبقى لونها حلو. هسويها وهرجع لكم بإذن الله. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بعد ما خرجت من الفرن ريحتها حلوة جدا 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 وسريعة جدا. مفيش أسرع من كده غدا أو عشاء. كل الوقت اللي بتاخده بس في تقشير البطاطس، لكن كل حاجة على بعضها على طول، البطاطس على اللبن على البيض على كل حاجة، وهب وبتدخليها الفرن وخلاص. يعني ده أسرع عشاء وأسرع غدا تعمليه لولادك، واقتصادي مش مكلف نهائي. كل الحكاية رشة جبنة موتزاريلا على الوش. لو مش عايزة ترشي موتزاريلا رشي حبة بقسماط مطحون وخلاص. والجبنة الرومي اللي جواها انا حطيت 1 كيلو، ممكن تحطي اقل كمان، هي بتدي بس طعم حلو. واحيانا اما ما بيكونش فيه بعملها من غير حاجة خالص وبيبقى طعمها جميل جدا. ودي كده صينية بطاطس بيوري من غير لحمة ومن غير حاجة خالص. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك، واشتركوا في قناتي لو كنتوا لسه ما اشتركتوش فيها. هغرفه بقى في الطبق وهرجع له. زي ما انتوا شايفين جميلة جدا جدا جدا، وهي سخنة بتبقى لذيذة وبتتاكل على طول. الصينية بتتنسف في ثواني لانها فعلا بتبقى لذيذة جدا. وممكن على فكرة نفسها دي بتتعمل ساندوتشات تبقى حلوة جدا، وممكن تعمل ساندوتشات للمدرسة كمان. وخلاص لو بقى ليكم اي طلبات لأي وصفات خاصة، عربية عالمية مصرية تركية، اكتبولي في الكومنتات. ولو محتاجين اي وصفة للشعر او للبشرة او صابون طبيعي اكتبولي كمان في الكومنتات وانا هعمله لكم باذن الله. واشوفكم في وصفة جديدة. باي. نسيب في ثواني.